السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا هذا آخر ما توصلنا إليه. في هذا الفيديو سنقوم بتخصيص هذا القسم الذي قمنا ببرمجته ليصبح شبيها نوعا ما بهذا الشكل. أولا نلاحظ أنه عندما نقوم بعمل سكرول داون نلاحظ هنا الستايل أو التنسيق الخاص بالهيدر أريا أو الناف بار يتغير. هذا نسميه الستيكي ناف بار. لدينا هذا المثال هنا كما نلاحظ عندما نقوم بعمل سكرول سيتم تغير او اضافة بعض الكلاسات لهذا النافبار ليظهر بشكل مختلف. اذا هنا البودي لا نحتاج لهذا اللون. هنا لدينا تو اريا، لدينا الهيدر اريا ولدينا البانر اريا. اذا سنقوم بتخصيص او تنسيق كل اريا في ملف منفصل. اذا هنا نقوم بانشاء الهيدر دوت اس سي اس اس ونقوم بانشاء فايل اخر نسميه بانر دوت اس سي اس اس ونعمل لهم امبورت هنا. اذا موديولز وهنا لدينا الهيدر وايضا امبورت موديول وسيكون لدينا البانر. هنا نقوم بوضع تعليق هنا لدينا ستايلين هيدر اريا وهنا سيكون لدينا ستايلين بانر اريا. نعمل سيف. اذا لدينا في الساس او سي اس اس عفوا الساس لدينا موضوع النستين ومثلا لدينا هنا الناف ناف بار يحتوي بداخله على يو ال ويحتوي مثلا على ال اي يحتوي على اي. اذا اردنا نقوم بتخصيص اليو ال والال اي والال اي نقوم بتنسيقهم بهذا الشكل اننا كل مره نقوم بعمل ناف يو ال ناف لي ناف اي. لكن في الساس يمكننا أن نستخدم موضوع النستين وهو أننا نقوم بوضع الديف الذي يشتركون فيه وهو يكون البيرنت يعني الديف الأب نضعه في الفوق وستكون بداخله الديفات التشايلد. إذا هنا ال UL وال LI وال A هي داخل الناف. إذا هنا لدينا البيرنت ديف وهو الناف وهنا بداخله التشايلد بهذا الشكل يعني على شكل نستين متداخلين في بعضهم. وأيضا ال UL إذا كانت لديها مثلا بداخلها عناصر أخرى سوف نقوم بوضعها أيضا بداخل يعني ديف داخل ديف أو بيرنت داخله ابن وهذا الابن أيضا داخله ابن آخر وهكذا. إذا موضوع متداخل مثل النستين. إذا سوف نستخدم النستين. لدينا هنا الهيدر اريا التي تحتوي على جميع التنسيق الخاص او الاليمنتس الموجوده في الهيدر اريا. اذا ستكون هي البيرنت. وهنا ستكون نرجع الى هنا. إذا لدينا هنا هذه السبيس الموجودة هنا أيضا بين هذه ال I هنا نلاحظ لدينا هذه المسافات وأيضا لدينا اللون الأبيض هنا الأحرف كلها upper case ولدينا هذا البوتن هنا. إذا نبدأ أول شيء نبدأ بالهيدر أريا ككل. إذا لكي نقوم بعمل ستيكي ناف بار سنقوم بجعل البوزيشن ونجعلها ابسولوت. التوب سيكون 0 وهنا لدينا اللفت 0 ايضا الزد اندكس سيكون مثلا 999. نلاحظ دائما هنا عندما نعمل سكرول هذا الهيدر اريا او الناف بار دائما هو في الاعلى يقوم بتغطية اي شيء تحته. إذا الزد اكس الزد اندكس عنده مرتفع.
أيضا سيكون لدينا الفونت فاميلي، سوف نستخدم هنا الروب روبوتو، قمنا بتعريفه هنا في الفاريبلز. إذا هنا روب، نقوم بالحفظ. إذا هنا لدينا error import. إذا بهذا الشكل نعمل inspect. أيضا لو نلاحظ الآن أن الويدث الخاص بالهيدر أريا تغير، نريد أن نجعله 100% لكي يظهر هنا كليا بهذا الشكل، يأخذ الويدث 100%. هنا نلاحظ الويدث الخاص به تغير، يعني أصبح في المنتصف. إذا الويدث سوف نجعله 100%. نلاحظ الآن الويدث أصبح ممتلئ 100%. الآن هنا فقط نقوم بعمل بادين للبانر أريا لكي نقوم بالتنسيق براحتنا. إذا هنا سيكون لدينا البانر أريا، نجعل له بادين توب 50 بكسل. نجعله 105. إذا بهذا الشكل. الآن هنا نلاحظ لدينا هذا اللون هنا، اللون هذا معمول له تدرج لوني gradient، هو جاهز هنا، قمت بعمل copy له. أيضا لو نلاحظ هنا في الهيدر أريا، هنا الباكجراوند ستكون ترانسبيرنت، وبعد ذلك عندما نقوم بعمل سكرول داون هنا يصبح لونها أزرق. إذا هنا ستكون لدينا أيضا باكجراوند ترانسبيرنت. هنا في البانر سنقوم بعمل الباكجراوند. بهذا الشكل نبدأ أولا بالبراند، لدينا هنا البراند. إذا لدينا الهيدر أريا، ثم لدينا الناف بار براند، لدينا الناف ثم لدينا ناف بار براند. إذا هنا في الهيدر أريا لدينا تشايلد اسمه ناف، في الناف لدينا البراند، هنا نريد أن نقوم بتخصيص هذه الكلمة. إذا سيكون لدينا نافبار براند. كما نلاحظ هنا معمول نستن، يعني هذا داخله هذا، وهذا أيضا يحتوي بدوره على child. إذا الناف يعتبر parent بالنسبة للنافبار براند. هنا نقوم بعمل التخصيص. إذا الكولر سيكون وايت أبيض، الفونت سايز سوف نجعله 26 بكسل، والفونت ويت نريد أن نجعله عريض، إذا سيكون بولد أو 700. نلاحظ هنا هنا حجم الخط هنا أكبر من الموجود هنا، إذا نرى إذا بهذا الشكل. أيضا لو نلاحظ هنا لدينا يعني مسافة هنا في الأعلى معمول لها بادين، نلاحظ هنا يعني هذه الهيدر أريا قريبة جدا من المتصفح، نقوم بعمل بادين. إذا البادين معمولة للنافبار كولابس.
إذا لدينا هنا داخل الناف يوجد أيضا لدينا هذا child navbar collapse الذي يحتوي على class navbar collapse. إذا هنا dot navbar collapse ونجعل مثلا البادين نجعله 25 بيكسل من فوق ومن تحت، وعلى اليمين وعلى الشمال سيكون صفر. بهذا الشكل أحسن. نلاحظ هنا عندما نقوم بعمل هوفر اللون يصبح أسود، نريد أن نبقيه أبيض. إذا لدينا هنا أيضا كيف نقوم بعمل هوفر هنا في الصاص، لدينا هذا الرمز and ثم هنا هوفر. إذا هنا الآن ذاته تعود على هذا الكلاس أو على هذا الديف هنا على النافبار براند. إذا هنا كأنني أكتب بهذا الشكل dot navbar brand ثم هوفر، لا نقوم بالتكرار وفقط نقوم بعمل هنا هذا الرمز رمز الأند. إذا هنا عندما نقوم بعمل هوفر الكولر سيبقى وايت. كما نلاحظ عندما نعمل هوفر يبقى وايت. الآن لو نلاحظ هنا لدينا سبيس بين هذه الايتمز الموجودة هنا وبين النافبار براند، نلاحظ هنا هذا الفراغ هنا كيف نقوم بعمله. إذا لدينا هنا أيضا النافبار كولابس، لدينا هنا هذه اليو ال الموجودة هنا، ونقوم بالتجربة أولا هنا. إذا لدينا هذه هنا المعمول لها هذه، نريد أن نجعلها يعني هناك نريد أن نجعلها في المنتصف مثلا، ماذا نعمل؟ سنقوم بعمل margin left سوف نجعله auto. لماذا auto؟ يعني لماذا قامت بهذه الحركة؟ لأنه لو نلاحظ هنا في الرو أظن موجود هنا رو، أين هو؟ أو الكونتينر مباشرة. إذا لدينا هنا الفليكس ديسبلاي فليكس، كما قلنا البوتستراب الرابع الإصدار الرابع يعتمد على الفليكس بوكس، ولدينا خاصية في الفليكس بوكس وهي أننا نستطيع أن نقوم بعمل مارجن أوتو وسيتم تقسيم المساحة بين هذه العناصر بالتساوي. نلاحظ هنا نفس المسافة الموجودة على اليمين وعلى الشمال، لذلك نفعل هنا مارجن ليفت أوتو. إذا في النافبار كولابس نقوم بجعل المارجن ليفت أوتو. إذا لدينا النافبار كولابس، إذا كان لدينا النافبار براند ولدينا النافبار كولابس وبداخله لدينا النافبار ناف هذا. نعطيه مثلا كلاس آخر نسميه مثلا ليفت النافبار. إذا هذا موجود داخل النافبار كولابس. إذا هنا داخل النافبار كولابس بهذا الشكل، وهنا نعطيه مارجن ليفت أوتو بهذا الشكل. أيضا ماذا لدينا؟ لدينا السبيس موجودة بين كل LI بين كل LI. إذا نأتي هنا على الإندكس، لدينا ال نافبار أو ليفت نافبار يحتوي بدوره على ال ال اي هذه. إذا هنا ستكون أيضا بداخلها ال اي، ونعطيها مثلا مارجن ليفت
20 بيكسل ونرى النتيجة. إذا 20 بيكسل كافية. أيضا الكولور نجعله أبيض. إذا داخل ال LI أيضا لدينا ال A، نلاحظ داخل كل LI لدينا هذا التاغ هنا الخاص باللينك. إذا هنا سيكون الكولور سيكون white. أيضا نقوم بعمل text transform نجعله upper case، والفونت سايز نجعله صغير نوعا ما، نجعله 12 بيكسل. إذا بهذا الشكل هنا فقط الهوم نقوم بحذف الأكتيف كلاس الأكتيف، أيضا السبان لا نحتاجه. What happened؟ عفوا هنا لدينا ايرور، يعني قمنا بحذف ال A ايضا. اذا فقط نقوم بحذف السبان، اذا بهذا الشكل، ونعمل ريفرش. اذا بهذا الشكل ايضا عند الهوفر نريد ان نترك اللون الابيض. ايضا هنا نلاحظ ان الخط يعني بولد نوعا ما. اذا لدينا هنا يمكننا نعمل فونت ويت بولد او 700، وايضا عند الهوفر اذا ات او عفوا الاند ثم هوفر، هنا الكولر ايضا سيبقى وايت. اوبس، اذا اين المشكلة؟ فونت ويت هنا نسينا السيمي كولون. اذا بهذا الشكل مقبولة نوعا ما، أو يمكننا أن نتركها بدون فونت ويت. والآن نقوم بتخصيص هذا الفري تريال هنا، هذا البوتون. إذا البوتون موجود في النافبار رايت. إذا هو بجانب أو بنفس مستوى الليفت نافبار هاته. إذا لدينا الـ UL الأولى ولدينا الـ UL الثانية. إذا هنا سيكون لدينا LI، أو هنا سيكون لدينا LI. إذا سيكون لدينا border، سيكون 1 بيكسل solid ونجعله حاليا white. أيضا سيكون لدينا border radius نجعله 3 بيكسل. أيضا سيكون لدينا padding، نلاحظ هنا يعني هناك padding نوعا ما. إذا في padding سيكون مثلا من فوق وأسفل سيكون 15 بيكسل، أو سيكون 5 فقط، وهنا سوف يكون 30 بيكسل. أيضا نلاحظ لدينا خلفية
يعني خلفية نوعا ما معمول له باك جراوند. اذا باك جراوند سوف نجعلها RGBA 255 255 255 وهنا 0.1. نرى النتيجة. أيضا الفونت هنا نجعله صغير. إذا داخل ال LI لدينا أيضا ال A، هنا الفونت سايز نجعله 12 بيكسل، وأيضا سيكون لدينا الكولور وايت. إذا بهذا الشكل. هنا البوردر يمكننا أن نقوم بعمل له أظن بهذا الشكل. ونجعلها مثلا 57 ونرى الناتج. إذا شبيه نوعا ما في هذا الموجود هنا. إذا تقريبا هو نفس الهيدر أريا، نفس التصميم، فقط بعض الاختلافات البسيطة. الآن ننتقل إلى الجزء الثاني وهو الموجود هنا. إذا هذا خاص بالبانر، بانر أريا. إذا نأتي على البانر هنا، نلغي البادين توب، لم نعد بحاجة له. إذا أين هي البانر أريا؟ هاته فقط. هنا نقوم بإعطائها كلاس، نسميها مثلا سك بهذا الشكل. وهنا سيكون لدينا image banner area section. إذا سك هي اختصارا ل section. إذا لو نلاحظ هنا لدينا هذا البادين هنا معمول هنا من الأسفل ومن الأعلى. لدينا هذا الكلام هنا في المنتصف. بما أننا نستخدم الفليكس بوكس سنستطيع أن نقوم بعمل هذه الحركة بكل سهولة. أيضا لو نلاحظ هنا الصورة هنا صغيرة وهنا عندنا كبيرة، نعمل انسبكت. لو نلاحظ هنا الصورة يعني أكبر من حجم الديف المعمول لها. هنا نلاحظ أعطيناها 7 لكن الصورة أكبر من هذا الديف، لذلك هنا الصورة سوف نجعلها تأخذ البيت 100%. إذا الآن الصورة لها نفس حجم هذا الديف. أيضا لدينا هذا هنا أو الصورة، نقوم بعمل لها بادين من الأسفل والأعلى. أعطيها مثلا 230 بيكسل من فوق وأسفل، وعلى اليمين وعلى الشمال ستكون صفر. إذا بهذا الشكل كبيرة نوعا ما. إذا في البانر أريا لدينا تو سكشن. لدينا هذا السكشن الأول content banner section، ولدينا السكشن الثاني وهو image banner section. نبدأ هنا بال image banner section. هنا لدينا هذا الديف image banner area. وبعد ذلك لدينا الايميج كما قلنا الويدث سيكون 100%.
الآن هنا في ال content banner section سيكون لدينا هذا div content banner. وفي ال content banner سيكون لدينا ال h1 سنقوم بتخصيصه. إذن سيكون موجود هنا. أيضا سيكون لدينا هذا ال paragraph. وفي الأخير سيكون لدينا ال button banner area section. إذا نبدأ أولا. نريد أن نجعل كل يعني هذا الكلام الموجود هنا نريد أن نجعله في المنتصف بجانب هذه الصورة. نلاحظ هنا هو في الأعلى. إذا لدينا في ال flex box لدينا خاصية. هذه الخاصية اسمها align self ونجعلها center. إذا ستكون بجانب هذه الصورة. إذا هنا content banner section. content banner section هنا سوف نجعله align self سيكون center. الآن نجرب. أوبس، أين هي كل التعديلات؟ البانر هل نحن مستدعينه؟ بانر دوت اس اس اس. إذا أيضا الصورة كما قلنا سوف نجعل لها بادين من الأعلى والأسفل 230 بيكسل، وعلى اليمين وعلى الشمال سيكون صفر. إذا بهذا الشكل مقبول نوعا ما. الآن نبدأ بتخصيص هذا ال H1 الموجود هنا. إذا في ال H1 سيكون لدينا ال color white. أيضا لو نلاحظ هنا ال font family كما قلنا في العناوين الكبيرة هنا هو يستخدم الهيبو ك font family. نلاحظ هنا الفونت هو هيبو والسايز الخاص به 48 بيكسل. إذا هنا الفونت family سيكون هيب الموجود هنا قمنا بتعريفه سابقا. أيضا الفونت سايز سوف يكون 48 بيكسل. ونلاحظ أيضا أنه عريض، إذا فونت ويت سيكون 700. إذا نجرب. أيضا نلاحظ هنا هذا يعني ال H1 هنا مرتفع قليلا عن الموجود هنا، والسبب راجع إلى المارجن على ما أظن. إذا لدينا هنا مارجن من الأعلى والأسفل، نقوم بحذف الذي من الأعلى. إذا سيكون لدينا مارجن توب سيكون صفر. إذا الآن هي شبيهة نوعا ما بهذا الموجود هنا. الآن ننتقل إلى الباراجراف الموجود هنا. إذا أيضا الكولر سيكون وايت. بالنسبة للفونت فاميلي أو الفونت فاميلي يمكننا أن نقوم بعملها هنا. فونت فاميلي نجعلها روبوت.
أيضا الفونت سايز سيكون صغير، نجعله 14 بيكسل. أيضا سوف نجعل المارجن بوتوم 35 بيكسل، ونجعل مثلا لاتر سبيسين نجعلها 0.7 بيكسل. أيضا مقبولة نوعا ما. الآن نقوم بتخصيص هذه الأزرار الموجودة هنا. نلاحظ الزر هذا يأخذ في المرة الأولى، في الحالة العادية يأخذ نفس التنسيق الموجود هنا، أما هذا فسيكون الباكجراوند الخاصة به أبيض والكلر سيكون أسود. إذا هنا يمكن أن نعطيهم كلاسين مختلفين. إذا هنا سوف نعطيها كلاس مثلا left button، وهنا سيكون لدينا كلاس right button فقط لكي نستطيع أن نقوم بتخصيصه. طبعا يوجدون داخل البوتن بانر اريا. إذا هنا في البوتن بانر اريا لدينا child الأول هذا، وسيكون لدينا الرايت بوتن. إذا الليفت بوتن سيكون لدينا بوردر راديوس 3 بيكسل، بالنسبة للكلر سيكون نفس هذا البوردر. وأيضا سيكون لدينا نفس البادينج. وأيضا ماذا؟ الباكجراوند ستكون نفس الباكجراوند. سيكون لدينا أيضا ال A التاج A، هذا التاج أو نحن نعدل عليه، يعني لا يوجد. نعمل سيف ونرى. عفوا هنا. إذا ليس بنفس التنسيق هنا، لماذا؟ إذا نلاحظ هنا البادين لدينا 8 بيكسل ونضيف لها 5 بيكسل هنا، إذا 13. إذا سيكون لدينا هنا البادين 13 بيكسل. إذا بهذا الشكل. أيضا سوف نجعل مارجين رايت مثلا 10 بيكسل. أيضا التكست ديكوريشن سيكون نون، وأيضا سيكون لدينا الكالر سيكون وايت. أيضا الفونت سايز نقوم بتصغيره قليلا، إذا فونت سايز سيكون 14 بيكسل. إذا هكذا شبيه نوعا ما بالموجود هنا. إذا كما قلنا سيكون لدينا الكلر وايت، تكست ديكوريشن سيكون نون، وهنا سوف نجعلها 13 بيكسل، ولدينا المارجن رايت سيكون 10 بيكسل. إذا الآن نقوم بتخصيص البوتون داونلود. إذا ستكون له نفس الخصائص، فقط سوف نقوم بالتغيير قليلا. إذا الباكجراوند ستكون وايت، الكالر سيكون بلاك، يمكن أن نجعله بهذا الشكل، أظن موجود هنا فاريبل، نعم تكست كولر. إذا هنا سيكون التكست كولر،
هنا أيضا سيكون white. ولسنا بحاجة للمارجن رايت. نرى النتيجة. إذا في النهاية قمنا بعمل تنسيق شبيه نوعا ما بهذا التنسيق، ليس 100%، يمكن أن نقول 80%، يعني نفس التصميم. نكتفي بهذا القدر، نلتقي في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.